يمكن نشبه قصة تأسيس الحزب الاشتراكي في المغرب من 1958 إلى 2021 بقصة بلاد الشياع اللي تحولت إلى مجموعة من التجزئات، كله الكارتي ديالو، كله الحي ديالو، وكله السمية ديالو. كاين اللي شاد الشوكة، وكاين اللي شاد الواجهة، وكاين اللي خدام في السر النوار، وكاين اللي كيتولد بحال البناء العشوائي بين الليل والنهار، وكاين اللي عندو الدار وارثة بالقرابة، وكاين اللي شرى التيسر وخدام به مزيان، وكاين اللي كاري، وكاين اللي دار عليهم كاملين مع الرام ديال المناضلين والصماصرية والشلاهبية، وكل واحد كيقول على راسو راني اشتراكي حتى النخاع. الصراع ديال نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد والرفاق ديالها في الحزب وفيدرالية اليسار الديمقراطي، هادشي كله كيفكرني في قصة واحد الشلاهبي ما عنده حتى علاقة لا بالنضال ولا بالديمقراطية ولا بالاشتراكية، ولا اشتراكي كبير وبرلماني ووزير، ولا تعدو الضيعات والأملاك والشركات، ولا من البرجوازية الكبار ديال المغرب، ومع ذلك قال ليك راه السي راه الشراكي ديال الصح. فهم تحماق. دابا فين كاين المشكل؟ اشنو هي القصة ديال هاد الحزب الاشتراكي الكبير في المغرب على المستوى التاريخي، وعلاش بقى حلم ولعبة ديال الغميضة؟ تابعوا معنا الحكاية، وما تبخلوش لينا باشتراك جديد للقناة ودعمها. من بداية 1940 بدأ اليسار خدام في المغرب، وبدأ الفكر الاشتراكي كينتشر. يمكن وصفه اليسار بأنه أقوى تنظيم تاريخي واجتماعي وسياسي بالمغرب على مستوى الموضوعي، لكن المرض الخطير دياله في التشتت والتفرقة على أزيد من 13 تنظيم سياسي. اليسار المغربي ضعيف بداته، كنتي كتعرف الاشتراكي المغربي من حالته ولباسه ونوعية القارو ديالو يا كازا يا ماركيز، والضعف الجسدي ديالو واللحية ديالو. دابا الاشتراكي المغربي كتعرفو من الحنقورة ديالو وشحال من فيلا عنده وشحال من شركة. هاد الواقع هذا ماشي جديد على اليسار المغربي. ملي تولد اليسار في المغرب تولد ولادة ديال سيزاريان، ولادة واعرة في مجتمع محافظ ومتناقض ومركب، باغي الاشتراكية والعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات، وباغي العودة للسلف الصالح، وباغي يهرف. عانى اليسار من البداية ديالته مع الطوباويين والحالمين والفوضويين، واللي باغي يأسوا نظام جديد، واللي باغي يهزوا السلاح والهضارة، واللي مقابلين غير النقد اللاذع. والسبب كيعود من طبيعة الحال إلى حرية النقاش والتحليل واعتقاد الكل أن عنده الكفاءة وكيعتبر راسو زعيم من ديبار. هذا العطاب البنيوي والتاريخي كيسمح للاعداء ديال اليسار باش يضربوه من الداخل حتى كيتشتت ليه بزارو شحال من مرحله. وهاد النقاشات كتشجع على التفكك، وبراسو اليسار المغربي مخترق من طرف المخزن والمخابرات والدوله والعولمه، ودابا جا الدور من طرف الاعيان ومالين الشكاره. اليسار المغربي كيعاني من الفوضى والتطفل خصوصا على المستوى النظري، والاحزاب الاشتراكيه المغربيه حملت هذا الجانب النظري من خلال مرحله البناء ديال التنظيمات ديالها. مشكل اخر هو مشكل المزايده والتخوين الكبير، كل شيء كيتزايد، بحال الا داخلين شي سوق ديال المضاربات والمزايدات، ولا بحال داخلين شي رحبه ديال الغنم. وهذا هو السبب الاساسي في هاد الشتات وفي هاد التفرقه. اليسار المغربي كيعاني بزاف من الاعطاب والامراض والشك والتخوين والذاتيه، وضحك عليا نضحك عليك، وتضخم الآلة، وهذا من طبيعة الحال كينعكس على الحياة الحزبية بشكل مباشر، وعلى وجود 13 تنظيم يساري. كل بعض السنوات كيتفرق حزب أو تنظيم يساري جديد، راهم دابا 13، وكل شيء كيقول على راسو راه يساري واشتراكي وزعيم. من المغرب يكونوا عندنا 13 تنظيم يساري و13 ديال القراءات للواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمغرب. ولكن الخطير في الامر ان بعض اليساريين كيمتلكوا الحقيقه الكامله، وكيهضروا في التحليل ديالهم والهضره ديالهم بحال داكشي نازل من القران والسنه، ما فيش تخرشيش، زعما حقيقه مطلقه. وهادشي امر ماشي مزيان، وما كيخدم لا الوطن ولا الاشتراكيه ولا الحياه الحزبيه
وكيضيع فيه مفهوم الحزب الاشتراكي الكبير وعمليات البناء ديالو، وكيضيع وقت كبير في الهضره الخاويه. في المغرب 36 حزب، رقم قياسي وحاله مرضيه غير مفيده، فيها بزاف ديال الذاتيه والمزاجيه والامراض والاعطاب، وما كنخدم حتى لعبه غير سياسه المخزن. واش باقي ما جا وقت التفكير في العمل الوحدوي والتفكير الجدي في بناء الحزب الاشتراكي الكبير؟ ولكن اخطر حاجه كيعيشوها المغاربه هي التضليل ثم التضليل ثم التضليل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.